السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة تيستي افيك نعيمة. أجرب الوصفة اليوم إن شاء الله. غادي نشارك معكم الكريب المشبك، يعني كريب اللي كيجي رائع وسهل في التحضير ومكونات اللي هي بسيطة. يمكن لكم توجدوا هذه التحفة الفنية من الكريب وبطريقة اللي هي سهلة بزاف. ولكن هنا قبل ما نبداو ما نساوش الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وإذا كنتوا أول مرة كتزوروا القناة فضلا وليس أمرا شاركوا في القناة وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. اذا نبداو بسم الله على بركه الله في تحضير الوصفه. هنايا غادي ناخذ واحد لوبون اللي غادي نديرو فيه 4 ديال البيضات اللي كيكونوا في درجه حراره المطبخ، مع 2 معالق من سكر سنيده، قبصه ملح، ومع ساشي من سكر فانيلا. صافي، هنايا غادي نزيد عليهم 3 د المعالق من الزبده المذابه. انا هنا استعملت غير الزبده ديال البواطه، وغنضيف لهم 2 معالق كبار ديال زيت المائده. صافي، في هاد الاثناء غادي نخلطوا المكونات مزيان حتى كيتجانسوا مع بعضياتهم. صافي، هنايا غادي نضيف الماء اللي كيكون دافي شويه، يعني الماء ديال الروبيني يكون دافي. هنايا استعملت 4 ديال الكيسان ديال الماء، يعني هنايا الكاس باش عبرتو الماء باش غادي نعبروا الدقيق. صافي، غادي نخلط هاد الماء مع المكونات. صافي، هنايا غادي نبدا باضافه الدقيق. هنايا استعملت 3 ديال الكيسان ديال الدقيق. صافي، غادي نخلط المكونات مزيان حتى كيتجانس الخليط مع داك مع المكونات كاملين حتى كيولي بحال هذا القوام، يعني ما يكونوش فيه دوك الحبيبات ديال الدقيق. نتوما الا بغيتو يمكن لكم تصفيوه. في هذا الاثناء غادي ناخذ واحد البول ثاني، غادي نحيد واحد الكميه من الخليط، يعني تقريبا واحد 4 المغارف من الخليط، يعني باش نتوفر على خليط ابيض وخليط اسود. صافي، هنايا الخليط اللي كيكون كتير شويه غادي نضيف ليه 2 معالق كبار من الكاكاو المر. صافي، غنخلط الخليط مزيان يعني بحال هذا القوام. صافي، هنايا في هذا الاثناء غادي ناخذ المقيله اللي ما كتلصقش وغادي نكب فيه الخليط ديالي، يعني غادي نطيب الكريب ديالنا بحال هذه الطريقه اللي كتشوفوا في الفيديو. صافي، هنايا غادي نبدا بالطياب ديال الخليط الاسود، يعني الخليط ديال الكاكاو، والخليط الابيض غادي نديرو في شي صاشيه اولا شي قرعه، المهم اللي يعجبكم، وغادي تشكلوا فيه بحال هذا الشكل، يعني بحال الشكل ديال الشبكه. صافي، ونستمروا على هذه الطريقه حتى كنكملوا الخليط اللي عندنا. صافي، ها هي الكميه اللي تحصلت عليها، يعني كميه اللي هي لا باس بها، يعني كيجي كريب اللي هو ساهل وناجح وارطب. صافي، هنايا غادي تكون الحشوه اختياريه. انا هنايا استعملت حشوه لي اقتصاديه بزاف، يعني اللي متوفره عندنا في الدار. صافي، هنايا غادي نستعمل شوكولاته للدهن، يعني اي شوكولاته متوفره عندكم. انا هنايا استعملت شوكولاته للدهن هكا، وستفتيه يعني مورصيات ديال التفاح ومع البسكويت. نتوما الا بغيتو يمكن لكم ديروا مكسرات اولا الموز. صافي، وغادي نطويه بحال هذا الشكل، يعني غادي نصيب فيه 2 اشكال، يعني 2 اشكال اللي كيكونوا متنوعين، يعني هذا الشكل هو الاول والشكل الثاني اللي كيكون على شكل مثلث. يعني غادي نديروا الشبكه هي الاولى، عاد غادي نحطوا فوقها الكريبا. صافي، ونعمرها بالحشوه. صافي، ونطوي. يعني هاد الكريب كيحماقوا عليه الوليدات، يعني كنصحكم انكم تجربوه، خصوصا البنات المبتدئات اللي كيبغيو يديروا شي حاجه لقوت، يعني شي حاجه اللي تكون زوينه وسهله. صافي، هنايا كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تخليو لي الراي ديالكم في لي كومونتير، وتبارطاجيو الفيديو مع احبابكم واصحابكم باش تعموا الفائده. بالصحه والراحه، وبسلامه عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.